وحشتوني. وحشتوني 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 وحشتوا الليل في موالي وحشتوا الضحكة في عيوني وحشتوني 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 وحشتوني. حاجلها دايرة معارف اوصف هواها ومحاصيلها ونيلها من تحت نخيلها اوصف هواها ومحاصيلها ونيلها من تحت نخيلها نشيتها ايه ونشاطها ايه نشيتها ايه ونشاطها ايه وتبقى فين وحلوه ليه هنزورها مدينه مدينه ونبص في يوم نلاقينا هنزورها مدينه مدينه ونبص في يوم نلاقينا شطر وعرفنا بلدنا من شرق لغرب ودينا شطر وعرفنا بلدنا من شرق لغرب ودينا وده كله ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه؟ ليه؟ وده كله ليه؟ قولوا لي ليه؟ دايرة معارف بعملها دايرة معارف يا عيني قبل ما كملها شفت اللي كان واللي جرى شفت اللي كان واللي جرى حصلت معايا شوشرة ضاعت بطاقة العائلية وكرمي هادي النقابية وحتى رخص العربية وبلاش نقول النقدية بلاش نقول النقدية دور 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 بس بعقل منور دور 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 سألتني مسؤول دورت عرض الطول وسألتني مسؤول ومشيت أغني مشيت أغني مشيت أغني مشيت أغني ومشيت أغني وأقول يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا أهل بنها والأشمونين اجيب شهادة ميلاد منين يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ناس قولولي اتولدت فين في اسكندرية لا 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 في البحيرة لا 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 في العباسية لا 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 في الحسين في اسكندرية لا في البحيرة في العباسية لا في الحسين صالح لففوني 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 دوخيني يا لمونة دوخوني 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 عالمجادب والمصالح لففو 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 دوخيني يا لمونة دوخو دوخو دواخو دواخو دواخو
حبايبي يا حلوين عشان بحبكم خايف من الروتين يوقف نوموكم يا حبايبي يا حلوين علشان بحبكم خايف من الروتين خايف من الروتين يوقف نوموكم بتأشيرة والختم ضروري ولوايح من عهد الغوري بتأشيرة والختم ضروري ولوايح من عهد الغوري وكلام يوميا يتعاد ورق دم غدير يا شكلك رايح كده جاي زي اليربوع بتاع جنينة الحيوانات. يا سلام فرحان قوي بتضحك مش كفايه اللي انت عملته فيا؟ ايه عملت ايه فيك يا سيدي؟ نعم يا اخويا قعدت تقول لي انا بفهم هنومها تنويم على صيصي وبعدين تسيب السكرتيره تهرب. سبتها تهرب علشان حضرتك ما ترتكبش جريمه. امال تسيب جسم الجريمه يهرب عشان يبلغ البوليس عنا ويقفشونا؟ يقفشوك كا كا يقفشوك انت لوحدك مش انا. ليه بقى يا اخويا؟ لسببين. اولا انا مش مجرم عتيد زيك واسمي مش زي اسمك موجود في كل سجلات البوليس عن المجرمين العتيدين. ثانيا القبض عليا يعتبر من المستحيلات لاني انا شبيه عمو فؤاد وفولة واتقسمت نصين. طب برضو هيقفشوك ليه؟ لسببين. أولا يا أستاذ أنا لو حصل واتقبض عليا هقول عليا وعلى أعدائي يا رب وهبلغ عنك. بايخ. ثانيا أنت اللي خطفت سكرتيرة عم فؤاد مش أنا. ندي يعني أنا ضايع بالظبط كده هتعوض. طب طلباتك يا فتوح؟ هو ده البيت اللي قالت عليه مشيرة اللي قدامك ده اللي قاعد قدام البواب. يلا بينا. يلا. سلام عليكم يا ابو البلديات. يا هاد. نعم اسمه السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا ابويا عاد. بقول لك ايه؟ مش برضه الاستاذ فتوح القرش ساكن هنا؟ ايوه شقة 42. فتوح ايه؟ فتوح القرش. وانتوا عايزينه في ايه؟ احنا قرايبينه من عربة ابو جريشي مدرسة سوهاج. وات انتوا قلتوا لي اسمه ايه؟ اباي قلنا لك فتوح القرش يا ابو البلديات عاد. اباي نعم فتوح القرش. احنا لا عندنا لا مفاتيح ولا قروش ولا كفال حد. ما عندكمش كيف؟ اذا كان هو ذات نفسيه بعت لنا في التلغراف وقال ان العنوان شقة 42. ايه رايك بقى؟ شقة 42 دي فاضي. فاضي ما سكناش. امال يعني فاضي وسكن؟ من متى يا ابو العم؟ من امبارح بالليل من ساعة ما ساب عم فؤاد. عم فؤاد لوحده ولا كان معاه حد؟ ايوه كان معاه واحد اسمه الاستاذ ميمي. هو ده؟ ايوه هو دي. بس ديكي كان من غير شنب. طب ما قلتلكش عزلوا راحوا فين؟ يا حضرات اصحى معايا انت. هو اللي بيسكنوا في الشقق المفروشه لا بيقولوا رايحين فين ولا جايين منين. طيب تشكر على كل حال ابو البلديات. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا ولد علينا الحركات دي.
دول مباحث. هو كل ده بسببك انت يا فرج. العطلة اللي احنا فيها دي بسبب حماقاتك. هي وسط الدلتا فين بالظبط؟ بين فرع رشيد ودمياط. ما قلتلك ان احنا في المنوفية. انا بسأل بس على المدينة اللي احنا فيها. دي بلد القطن، احسن قطن في العالم كله بيتزرع هنا. تويلي تشيلة؟ تويلي تشيلة. بقى كده برضو يا فرج، دي عاملة تعملها تدي كل الاوراق والمستندات بتاعتنا للراجل المزيف وكمان كلمة السر. مش حضرتك بتقولوا غيرتوها؟ طبعا ضابط المباحث غيرها لانها انكشفت. طب ممكن تقوليلي كلمة جديدة؟ اقول لك الكلمه الجديده عشان تروح تقولها للمزيف تاني. معقول انا اقولها لحد تاني؟ اهو قول لنفسك. لا تاكد المره دي لا يمكن. بجد يعني اقول لك عليها وتاخد بالك كويس؟ هاخد بالي كويس جدا. كلمه السر الجديده تشيكوسلوفاكيا. اتفضلي حضرتك قولي الكلمه. ما انا قلتها تشيكوسلوفاكيا. يعني ايه؟ مفيش يعني ايه، هي كده تشيكوسلوفاكيا. طب ما تغيروها ولا تشوفوا كلمه غيرها. الله، ونغيرها ليه وهي دي مالها؟ هي دي الكلمه اللي تم الاتفاق عليها. اللي هي تبقى ايه؟ تشيكوسلوفاكيا. دي بالانجليزي؟ بالانجليزي ازاي يا فرج؟ اذا كان هي تشيكوسلوفاكيا تبقى بالانجليزي. امال تبقى بايه؟ انت مالكش دعوه هي بايه، انت تحفظها كده بس تشيكوسلوفاكيا. شوف انا معلش، انا اسف، انا اسف جدا. لا لا دي سهله قوي. دي كوشينفاكيا. دي كوشينفاكيا. دي كوشينفاكا. ليه فاكيا مش فكا؟ فاكيا. دي كوشينفاكيا. يا سلام عليك يا فرج. ليه انا جاهز على طول. قول ورايا. لا اقول تشيكو. تشيكو سلو. سلو. برافو عليك. فاكيا. فاكيا. قولها على بعضها تشيكوسلوفاكيا. دي كوشينفاكا. وبعدين يا فرج، وبعدين شلن ايه بس يا فرج؟ خلاص بريزه. بريزه هنهرج. خلاص عليا بربع جنيه. ايه يا فرج؟ مش طريقه دي يا فرج، مش ممكن كده ابدا. ما انت كمان مختارين كلمه ثقيله. ايه لزومها كلمه تشيكوسلوفاكيا دي؟ ايه قلتها قلتها. قولها تاني قولها تاني. اديكوا شيلن فكة. سلام يا فرج. ايه مفيش فايده فيك، مفيش فايده. ليه دي سهله قوي، حتى اشوفي طلع بقي. اديكوا شيلن فكة. يا سلام عليك. اسمع يا فرج. نعم. انت مالكش دعوه بكلمه السر دي خالص نهائي. انت ما عليك غير انك ما تفتحش الباب لاي مخلوق مهما كان، فاهم؟ حاضر. حتى عمو فؤاد الحقيقي لو جيب نفسه ما تفتحلوش الباب ولا تكلمه ولا كلمه، فاهم؟ حاضر. اوف يا زعلانه من ايه؟ ما انا بقولها كويس اهو. اديني مشان فاته، ما انا بعرف اقول برضو. تشوفوه تعالوا معاي. اجي معاك يا سميرة. بس بقول لكم ايه، الدخول بالتذاكر. عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد. اهلا 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 بيك. شرفت ونورت يا عمو فؤاد. الله يخليك يا حاج، الله يخليك. بلكوش يا رجالة. أيوه. عمو فؤاد دي يبقى قريب. ده ما احنا عارفين يا بلحان. يا سلام، واحنا صغيرين كنا كويسين قوي مع بعض. تعرفوا كنت بديله كل علقه واختها. لسه فاكر؟ الله لا يعودها ايام. عمو فؤاد عمو فؤاد اهدي بس يا هلا انت وايه، اطلعوا بره. لا 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 سيبهم، اقعدوا هنا اقعدوا هنا اقعدوا هنا اقعدوا. الا بقول لك ايه يا عمو فؤاد. ايوه يا سيدي. قبل ما يحضر بقى يا سيدي الغدا واللازم منه. البط والوز والفراخ. أيوة والحمام. ايوه يا سيدي. ايوه يا سيدي. انا عايزك بقى ايه تقول لنا فزوره. فزورة؟ اي طول عمرك تحب الفوازير قوي. عناية الاثنين. حاضر. يا منور يا زرع ايدينا يا قطن السنة، اتعاجب يا ابو النوار في الغيط اللي كله نهار، خلينا نملي عينينا يا وش الهنا يا قطن السنة. يا منور تعال انا وانت نسهر عند راس الدلتا،
شوف الفلاحين من امتى ماشيين على الانا يا قطن السنه. من كام يا ابراهيم يا بوجوده؟ من كام والبلد موجوده وبناتها تنقي الدوده والخولي انا يا قطن السنه. عديت دن شوي وناديت لك، خطيت قوسنا وجيت لك، من كفر المصلحه مشيت لك ولقيتك هنا يا قطن السنه. ها عرفتها؟ ايه؟ لا انا مؤاخذه كنت سارح شويه. ايه ايه مالك سارح في ايه يا حاج؟ لا مؤاخذه انا عايزك تمضي لي على المبايعه دي. مبايعه ايه؟ مخالصه ثمن الارض اللي انا اشتريتها منك. انت اشتريت مني ارض؟ ايوه ومدي لك 160 الف جنيه حقها. عملها الله ليكسبه. ما تحذروش لا حذروا، ما تفذروش لا فذروا، ما تحذروش لا حذروا، ما تفذروش لا فذروا. احنا احنا علينا بمعلومات وانتوا عليكم تفكروا. على ده يا وارد غدي ولا لعبة؟ غدي ولا لعبة؟ لعبة وقلبت جد سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ من ده على ده يا وارد غدي ولا لعبة؟ غدي ولا لعبة؟ لعبة وقلبت جد 30 مدينة مصرية خلي عليكم وعليا، هقول فاوصفها شوية وانتوا تقولولي من دية. جهزوا جواباتكم يا ولاد، جهزوا جواباتكم يا ولاد.